بسم الله الرحمن الرحيم. كلامك طريقك إلى القمة. انظر في عينيه. للعين أهمية كبرى في عملية الاتصال، وقد قال عنها الشاعر العربي: العين تبدي في قلب صاحبها من الشناءة أو حب إذا كان، إن البغيض له عين يصدقها، لا يستطيع لما في القلب كتمانا. فالعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من صميم القلب تبيانا. يقول أحدهم: العين يمكن أن تهدد كما تهدد بندقية معباة ومصوبة، أو يمكن أن تهين كالركل والرفس، إما إذا كانت نظراتها حانية ولطيفة، فإنها يمكن بشعاع رقتها وعطفها أن تجعل القلب يرقص بكل بهجة. فلغة العيون لها قوانينها الخاصة، فهي تستطيع أن تنقل مئات الرسائل التي يعجز اللسان عن النقل.